زلم انقتل. مين بيقول انه انقتل؟ زلم انقتل يا عم الشيخ حافظ. سالم؟ مين اللي قتلك يا سالم؟ سالم مين؟ سالم مرمي قدامك يا شيخ حافظ وغرقان في دمه. ما تاخذنيش، مين اللي قتلك يا سالم؟ بقول لك مات يا عم الشيخ حافظ. قول لي بسرعه يا سالم مين اللي قتلك؟ الشيخ حافظ. حافظ مش فاهم؟ بنقول لك مات يا ولدي، بيبقى في دقيقتين ثلاثه القتيل يقدر يقول فيهم مين اللي قتله. اه شفت صح ولا لا؟ عرفت ان كلامي صح ولا لا؟ قول لي مين اللي قتلك. انا ما قدرش اتكلم، انا مقتول، بس انا احب اكتب يعني. طب اكتب يا ولدي وقولنا مين اللي قتلك. انا هكتب بدمي. اكتب على جلابيت. لا انا جلابيتي لسه جديده اخوي. لا لا جلابيت عم العزميه، انا عزاك. انتوا رايحين ديفيليه خلاص، خربانه خربانه، اكتب عليه وخلاص. للذكرى الخالده. ايوه ذكرى ايام العذاب والزحف على التراب. اهديك يا مايتي اشواق انت والدزمه مرتي، واحيط بكم علما ان الواد حدوته القهوجي له عندي 75 قرش ادفعهم يا شيخ حافظ. انت صحتك بتيجي على القتل ولا ايه يا ولدي؟ ايه ده؟ كما ابعث بسلاماتي وتمنياتي بالتوفيق لكل من طنط نونو ولولو وسوسو وميمي بالاسكندريه وبتغمر، واتمنى ان اكون صديق البرنامج، واسمع غنيه شيء من بعيد ناداني وهداني وغداني وطبطب علي وعمل معايا الواجب بصراحه الدم نشف يا ولد. الدم نشف. مين اللي قتلك؟ اللي قتلني. اللي قتلني. بصراحة تستاهل القتل. اللي قتلني، اللي قتلني، اللي قتلني. كنت قلت اثنين اللي قتلني وقلت اسمه. ايه ده؟ الروح على عزا المرحوم سالم ناخذ بخاطره. مش كنا استنينا يومين يا رئيس عتريس؟ الراجل لسه دمه ما بردش. اهل البلد مش هيسكتوا يا عتريس. انت ما حافظتش غير الجمله دي؟ ايه؟ نروح ناخذ العزا، عايزين اهل البلد يقولوا ان احنا قتلنا القتيل وما مشيناش في دناسته. ايه يلا بينا على العزاء. يلا بينا يا كبير. ولا نقعد ناكل لقمه؟ ايوه نقعد ناكل لقمه. ايوه انا راجل ده مرقاطي. راجل ده مرقاطي. انا باخد رايكم، نقعد ولا نروح ناخد العزاء؟ نروح ناخد العزاء. نقعد. ايوه نقعد نقعد. الشنب ده ما هيضحكش واصل. ايه غلطنا وعديناها خلاص. هي نقولها من الاول. ايوه ايه ايه انا راجل ده مرقاطي. ماشي. وامسك كده عشان ما يفكش. راجل ده مرقاطي. نقعد ناكل لقمة ولا نروح ناخد العزة؟ لا نروح ناخد العزة. يلا 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 اصبر اصبر يلا. ستون وسبونش بوب علموك تقول على شدك كده؟ انا لا احب جدي. عيب. لا احب جدي. عيب. لا احب جدي. عتريس يا عتريس يا عتريس يا إلى كل الأطفال فلسعوا جميعا، جدي قادم جدي قادم. سنعود بعد الفاصل. ياه كل اللي في المول الجريم ما عدا البت دي. اسمك ايه يا شطرة؟ فؤاد. فؤادي. يعني كنت هتبقوا فؤاد وما عرفوش وبقيت فؤادي. ها جامدة دي يا رئيس عتريس، ملعوبة. الحق يا سبع الليل، الرئيس عتريس بيروش. أهل البلد مش هيضحكوا يا عتريس. إيه؟ ما رمحتيش ليه مع العيال؟ ما خايفهاش من عتريس؟ لا ما خايفهاش. ولا من شنب عتريس؟ لا. ولا من حواجب عتريس اللي مطلعه عين عتريس؟ بردك لا. ولا من حصان عتريس؟ لا. خوفها بخر.
مخ. ايه خفتك؟ لا خوف عدل يا بغل. عاو عاو عاو. ايه ما خايفاشي؟ حصان ايه ده اللي خاف منه ده؟ ما يخوفش قطك. ايه ده كلام؟ كيف كلام الرجاله؟ كلام واقف على رجليه. انت بتقول بعد ريس ليه؟ مش حرام عليك؟ انا عايز اطلع راجل راجل راجل. عفريس الجد غالب غالب غالب. ايه 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 سايبين اهل البلد طالعين؟ ايه البنت دي مالك يا ريس عتريس؟ فيك ايه؟ البنت دي هزتني دامت دامت دامت. عفريس اتهز دامت دامت دامت. براو عليك صراصير مالت القفص. عارف يا بغل؟ انت يا بغل اقول لك خوف البنت تقول لها عاو عويه. ايه هات الكرباج الكرباج. لا 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 يا ريس عتريس حرام عليك. طخنا بالنرزة يا خيل الحكومة وريحنا راجل. وش معنى يعني احنا عندنا العصابة كلها اللي نعمل حصار؟ عشان ما ينفعش عتريس يدخل راكب حمار. عتريس يخوف الناس وراكب الحصان. ايه يا ريس عتريس اشمعنى انا اللي اقف ورا الراجل كبير وعندي غضروف؟ وبعدين الراجل اللي واقف قدام ده عاميني. احتوي من نفسك، انا حصان محترم وصديق للبيئه. صديق للبيئه ايه ده؟ انا جالي الرب. البس كمامه. طب البس انت. وبعدين يا ريس عتريس انا ما اقدرش اقف ورا، انا عندي ديسك. عتريس ما حدش يقول له ديسك ولا هارد ديسك ولا سوفت وير. انا بقول لك اقول اللي يقول عتريس يتنفع، انا مش عايز حد معاي. يلا غورهم غورهم. ولا نقعد نشرب شاي؟ ايوه نقعد نشرب شاي. بالله عليك نشرب شاي ولا تغورهم؟ نغور غور. ايه براحتك غورهم غورهم. انا ما عايز حد معاي. حاضر. عتريس يقدر يدافع عن نفسه. ها اخيرا لقيتك لوحدك يا عتريس. عايز ايه هذا حشاء؟ عاوز ايه؟ عاوز اخد بطار اخويا سالم. انا شعلان. ها يا شعلان عايز تقتل عتريس؟ ايوه. لا تقدر لا انت ولا اهلك كلتهم. عتريس واقف قدامك اها اها معوش حد، ورينا هتقتلني ازاي. تقتلني بالبشكاوي يا جمال. بشكاوي. لا البشكاوي دي جامده قوي. انا قتلت عتريس قتلته. براوة عليك يا شعلان. الف براوة. والله لا اضرب 30 بسكوي في الجاو. والله البسكوي اللي معايا خلصته كله في عتريس. اجيب لك بفلوسي كلها بسكوي يا حبيبي. وانا يا شعلان عندي صفقة بسكوي بالعجوة حلال عليك. ياه خلاص من النهاردة مفيش حصان. انا الحصان. براحتك انت براحتك. انا تعبت خلاص. اخيرا خلصتنا من عتريس. ايوه ده كان وانا عيل صغير بيعملني معزة وبيحلبني. وانا كان هيعملني طور واقول له انا طور يقول احلبوه. لا حول ولا قوة الا بالله. وعد يحلب فيا يحلب فيا يحلب فيا لحد ما جبت لبن بودرة. باين على وشك. الكل يا ابني على جنبه وانزل لي. ليه بس يا بين عملت ايه؟ مش عارف عملت ايه؟ انت مفيم الحصان كله. يا باشا لا مفيم ولا حاجة، هو لونه اسود ومظبوط في رخصة كده. انا مضطر ابقى ظابط محترم معاك، مش عشان خايف منك، لا عشان صوتي رايح ومش عارف ازعق. ماشي هات الرخص. معلش الرخص مسحوبة انا ماشي بالوسط. نص كيلو برسيم ربع كيلو شعير. أنا آسف يا باشا ده وصل الدليفري بتاع الحصان تاني اهو. طب ما انت ورقك سليم اهو وشكلك راجل محترم وابن ناس. ايوه يا باشا.
ايه بقى اللي يخليك تعمل حصان وقلة القيمة دي يا باشا؟ ما انا محترم اهو شدد اللجام. انت مصدق انك حصان؟ تصدق انت راجل هايف؟ هايف؟ الله يسامحك يا بيه، ده انا قد والدك. اخرس، انت تعرف والدي مين؟ انت هتنام معايا ولا ايه؟ افتح لي الحصان ده من ورا. حاضر يا باشا، حاضر افتحهولك، عشان انتوا الحكومة وما قدرش هيفصلكوا طلب. يا باشا احنا مرخصين 7 راكب والله. ابويا جيل جيل، ما كانش نفسي تشوفني وانا بلبس الشغل يا جيل. هو ده الشغل يابا؟ انت مش مفاهمني ان انت الدراع اليمين لعتريس؟ تطلع شغال حصان عند عتريس؟ اقول لاصحابي في الجيم ايه يا ابني؟ انا ما سفيت ابني عشان انت تعيش، واسناني وجعت من كتر اكل السكر عشان انت تاكل كوليسلو. انا ما لبست حدوه عشان اجيب لك الهفبوط اللي بتحبه، وجتتي باظت من لبس البردعه عشان اجيب لك كلسون اوريجينال. ملعون ابو الفلوس يابا، انا عايز اب وام افتخر بيهم. ام ده تلاقي امي كمان مش شغاله ممرضه عند عتريس، تلاقيها فرسه عند عتريس. اخلص. طب تضربني بقك يابا؟ امك اشرف من الشرف، امك مش شغاله فرسه عند عتريس. امك شغاله ايه؟ شغاله فرسه في نزله السمان. امي بتنشط السياحه يابا. يا ابني هو انا شغال حصان بخطري؟ ما انا الود ودي كنت ابقى حصان في سبق ولا حتى حصان في الشطرنج. انت ليه كل اجتهادك في دور الحصان؟ ليه ما فكرتش تعمل دور دهشان او العصفوري او دور استاذ اشرف نفسه؟ يا ابن المغرق هو اللي اداني الدور ده. ما ينفعش اعترض. انت بيت جبلة ومش هتيجي غير بالضرب. سامحني يابا. جلجل، اوعى تقول لاخواتك ان ابوك شغال حصان، كلهم ابويا شغال زرافه. انت فاكرهم هيفرحوا بطولها يابا؟ انا هرجع مع القران اغني لي اغنيتين يمكن انسى، وانا هرجع الاسطبل يمكن اجري. مين؟ خوخ الدهشني. ما انا قلت كده. انت يا ابني حد كبير اكلمه. حد كبير؟ ايوه الحاج امي. انتهى. خش يا حاج امي. سلام عليك. سلام عليك يا ابني. عامل ايه يا حاج؟ الحمد لله. عندك اشري موز، اشري جوافة، اشري خوخ، اي حاجة. عندنا رقعة القرد في التلاجة جوه يا ابني. مبروك يا حاجة، كسبتي معانا خوخ الدهاشنا الجامد. ايه ده؟ انا مش عايزة خوخ يا حبيبي. ولا عايزة ايه؟ انا عايزة سكوتر. تعملي بيه ايه؟ اروح وادي بيه في الكفر كده اعمل حس ودوشة. خلاص مبروك يا حاجة، كسبتي معانا خوخ الدهاشة الجامد والسكوتر عشان تتزحلقي. الله أكبر وكسبنا سكوتر. الله أكبر وكسبنا سكوتر. خوخ الدهاشني مفعول دهاشني. ايوه انا اللي فتحته. يعني ايه؟ تحصى عمر يا فؤاده؟ ايوه. يبقى من الليله دي هتدوزي. ما تقدرش. هقدر اتدوزي. ما تقدرش، ولو هتاخدني هتاخدني وانا ميته. اقتلوها وهاتوها يلا. حاضر يا شباب. ولا نسيبها صحيه؟ لا نسيبها صحيه. ولا نقتل ايه؟ نقتلها. اقول لك هاتها نص سوي. ماشي. عايز حاجه تانية مع الاوردر يا كبير؟ هات لي بومفريت وقشطب. من عينينا يا كبير. حاضر. ومنجد خان واحد عشان انت تخينت. تعال يا بك. بعد يوم. كنت فين يا ملوخيه لما كنا جعانين؟ كنت فين يا بطاطس لما كنا زعلانين؟ انت كنت فين امبارح لما كنا قاعدين؟ انت هتاكلوني ولا ايه؟ نادي بنت الشيخ. يوه